السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا جبنا لكم اكران صولي واقع ديال الشمس ديال اكلاديرم الناس قالوا لي في كومونتير هدر على هذا الواقي ديال الشمس واش مزيان ولا ما مزيانش بالنسبة الاخوان هاد اكلاديرم ديال اكران اكلا صولي فيها نسبة الحماية خمسين بلوس مشي خمسين خمسين بلوس اه اولا بعدا كتحمي يعني كتحمينا من تصبغات ديال الشمس وانواع التصبغات وكذلك هذا الاكلا ديغم ديال الوقت ديال الشمس فيها الاوفي ا والاي بي كما كتعرفوا اللي كيحميونا كي من التصبغات اللي كيحميونا كي من العوامل الخارجيه فهاد لي كرون هادي عباره كذلك على واقي شمس كما قلت لكم وفيها الاضغطاسيون فيها الترطيب يعني الترطيب ديالها الناس اللي جربوها فهي فعاله في الترطيب وك يعني كتعطينا واحد الحمايه اللي زوينه بزاف في في يعني التكستور ديالها فهو واحد الكريم آه فيها يعني تكستور ديال كريم اللي هو انفيزيبل يعني ما كيبانش على حسب البشره يعني فهو واحد الدري كتشربوا البشره فهو لافونتاج يعني حتى الناس اللي كيمشيو مثلا للبحر سيغتو في الاواني الاولين والاخرات يكونوا آه الجفاف ففي البشره فهي مزيانه فهي لجميع انواع البشره اولا البصرة آه خيم مزيانه للبشره الجافه بزاف حيت لاكريم ديالها مزيان على حسب البشره الجافه وكذاك حتى للبشره الدهنيه ولكن من الاحسن ياخذوها الناس اللي عندهم آه البشره ديالهم جافه ولا عاديه آه كذلك اكراديرم آه فهي يعني آه كما كتشوفوا مدور عليها الاي في ا الاغلبيه يقولوا يعني لا ندور على هذيك ال في ار مزيانه ولكن راه كاين بعض دي سوليغ ولا الوقيه ديال الشمس اللي يعني ما كتكونش عندهم ديك الدائره يعني تيكونوا حتى هما فعالين حيت ماشي بالضروري آه كتلقاهم كلهم عندهم ديك الدائره هذا ما كان من يعني من هذه الناحيه آه كذلك هذا ايكلاديغم يعني اولا بعد آه كتحمينا من الشمس وعندها الترطيب ديالها زوين بزاف صراحة وما فيهاش دوك المواد لي توكسيك وما الى ذلك ولا مثلا دوك المواد اللي كيستعملوا في اللي تيكونوا ضارين على البشره ماشي فيهاش البارابين ما فيهاش العطور لي بارفان وما الى ذلك هاد ايكلا ديغ ميكلا وايت في الثمن ديالها 160 درهم في لي بارافارماسي وكذلك عندي تكون عند اصحاب الماكياج كيبيعوها ولكن ولكن داكشي كاين اللي كيبيع ب بواحد الحاجه اللي تكون مزيانه كاين اللي كيبيع ب من هذا هو المشكل ولكن انفو مثلا بغيتي تاخذوها خذوها من البارافارماسي باش تقام عليكم الثمن غير ونابل حيت الثمن ديال لافارماسي كذلك تيكون زيد شي شويه المهم عندكم اللي شويه من تاخذوها في لافارماسي ولا تاخذوها في في البارا او لا شبه صيدليه آه كذلك هذا هذا الاكلاديرم آه حتى البنات مثلا اللي عندهم مشاكل ديال الخطوط ولا كذلك دوك التصابغات اللي يلاه ولا وجداد مزيانه لهم هذا الاكلاديرم حيت الناس جربوها سورتو في هذا في هذه المشاكل هذو ديال التصابغات ديال البشره وما الى ذلك عطاتهم نتيجه فعاله ومزيانه هذا هو لافونتاج ديال المنتوج ماشي المنتوج يعني يتباع في الاسواق وما يكونش حتى شي نتيجه يعني كل ما عندها شي نتيجه فعاله ما غاديش الناس يشروها بواحد الكميه اللي هائله المهم من الناس اللي استعملوا هذا آه هاد الواقي ديال الشمس ديال فيها ثلاثه ديال العناصر مميزه اولا ما كتلصقش في البشره ثانيا فيها ترطيب لي ثالثا كتحمينا من الشمس يعني هادو هما العوامل مزيانه بعدا آه اللي في هذا الاكرون صغير ديال الاكراديرم يعني يستعملوها البنات آه 16 سنه فما فوق يعني ما فيها حتى شي حتى شي اشكاليه هذا هو لافونتاج ديالها اما بالنسبه لي زيكرون ديال الوليدات الصغار 3 سنين لتحت ولا 3 سنين الفوق كاينين عاوتاني دي زيكرون ديالهم بحال لاي لونغ كيدس بحال بيوديرما بحال اورياج كاينين بزاف ديال المنتجات سورتو الواقي ديال الشمس ديال الوليدات الصغار هذا مكان في هذا الفيديو هذا اللي عنده اي اضافه والناس مثلا يستعملوا هذا الواقي ديال الشمس يقولوا لي الاراء ديالهم حيت خصني نشوف عاوتاني كومونتير شنو يعني الناس اللي خداو هاد الواقع ديال الشمس واش مزيانة وحيت كاين واحد النسبة اللي غادي توليك خايبة فيها يعني دل... الأعراض ديال الأعراض اللي كيدير المنتج وما إلى ذلك ولا مثلا إلا بغيتو تكملو يعني التريتمون ديالكم ولا مثلا باش تكون عندك البشره مزيانة كتاخدو ديك ديال الأونطيطاج ديال إيكلا ديغميك لا وايت يعني إلا بغيتو تاخدو إيكون وكذلك تاخذوا ديك لي ديك لي سيسون ديالها تاخذهم بجوج تقريبا 400 درهم وباش يعني تبعوا يعني نفس كاين اللي كيبغي مثلا يدير واحد واحد النوع بلا ما يشونجي البرودوي هذا ما كان وحتى النتيجه ديال الاكلا وايت ديام فهي تتكون مزيانه حيت الناس اللي جربوها اولا عطات الفعاليه حتى هي مثلا لي طاشي اللي كاينين جدد كتحيدهم مزيانه التصبغات كتنقل بسرعه هذا ما كان بالنسبه ل كاين عاوتاني لي برودوي لي مزيانين ماشي بالضروري يعني, يعني. يعني تاخذ نفس لا نفس المنتوج كاين يعني عاوتاني المهم لافونتاج هو تنقي لك وجهك وكدير لي ال... كونسول ديالك على حساب البشره ديالك هذا ما كان النتيجه تكون فعاله وكذلك حتى يعني ضروري الا كنتي مثلا غير في الدار كدير ايكون سوليغ ديالك ماشي بالضروري تتخرج للشمس هذا ما كان حيت كاين كذلك عوامل مثلا بحال الحراره ديال المطبخ وما الى ذلك كيبغيو مثلا شي شويه يعني البشره ديالك تتكون فواحد اه البروتيكسيون كتحافظ عليها هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا اللي عنده اي اضافه اي كومونتير كتب ليا وغادي نجاوبو في البلاصه اللي كاين تبارك الله عليكم